بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. موضوع درسنا اليوم مساحة أشكال مركبة. تعالوا بينا نشوف أهداف الدرس. الهدف بتاع النهاردة أجد مساحة أشكال مركبة. تعالوا بينا نشوف فقرة استعد كتمهيد للدرس. مديني هنا بركة سباحة مكونة، طبعا واضح ان بركة السباحة هنا مكونة من شكلين. الشكل الاول هو مستطيل، ومدخل البركة وهو عبارة عن شبه منحرف. تعالوا بينا نشوف كيف يمكن ايجاد مساحة هذه البركة. يبقى البركة مكونة من شكلين، الشكل الاول مستطيل والشكل الثاني شبه منحرف. طيب انا اجيب مساحة كل شكل فيهم، اجيب الاول مساحة المستطيل واجيب مساحة شبه المنحرف واجمعهم على بعض يديني مساحة البركة كلها. تعالوا بينا نعرف الشكل المركب. هو شكل مكون من مثلثات واشكال رباعية وانصاف دوائر واشكال اخرى ثنائية الابعاد. يبقى الشكل المركب بيحتوي على الاقل على شكلين. لو جيت اشوف الشكل الاول عبارة عن مستطيل ومثلث زي ما هو موضح قدامي، الشكل المركب الثاني عبارة عن شبه منحرف ونصف دائرة. لحساب مساحة الشكل المركب هنجزأه إلى شكلين أو ثلاثة حسب الشكل اللي موجود عندي، ونحسب مساحة كل شكل ثم نجمع المساحتين. مثال واحد، احسب مساحة الشكل المجاور. تعالوا بينا نشوف الشكل المجاور عبارة عن إيه. أول شكل مثلث والشكل الثاني عبارة عن مستطيل، يبقى هقسم الشكل لشكلين، الشكل الأول مثلث والشكل الثاني مستطيل، ونحسب مساحة كل شكل على حدة ثم نجمع المساحتين. تعالوا بينا نشوف مساحة المثلث نجيبها ازاي. هذا المثلث قاعدته 4 سنتيمتر وارتفاعه أيضا 4 سنتيمتر، يبقى نص قاف ضربعين اللي هو قانون مساحة المثلث، نعوض عن قاف بأربعة وعين أيضا بأربعة، يطلع الناتج 8 سنتيمتر مربع. مساحة المستطيل أنا عارف إن مساحة المستطيل بيساوي الطول ضرب العرض، الطول عوض عنه على طول من الشكل اللي قدامي بعشرة، والعرض عوض عنه بستة، يبقى 10 ضرب 6 يديني 60 سنتيمتر مربع. يبقى مساحة الشكل كاملا نجمع المساحتين، المساحة الأولى 8 سنتيمتر مربع زائد 60، يطلع الناتج في النهاية 68 سنتيمتر مربع. تحقق من فهمك، احسب مساحة الشكل المجاور. أنا سامع طالب بيقول يا أستاذ أنا الشكل ده عبارة عن مثلث ومستطيل. تمام، كلامك جميل ورائع. يبقى نجزأ الشكل لكل شكل. مساحة المثلث كيف أجيبها؟ نشوف مساحة المثلث أجيبها إزاي. مساحة المثلث، مساحة قانون مساحة المثلث بيساوي إيه؟ نص قاف ضرب عين. واضح إن قاعدة المثلث 4 وارتفاع المثلث 6، يبقى نص ضرب 4 ضرب 6 يطلع لي في الناتج 12 متر مربع. مساحة المستطيل الطول في العرض لامدا 40، يبقى 12 ضرب 4 يساوي 48 متر مربع. مساحة الشكل كاملا نجمع مساحة المثلث زائد مساحة المستطيل، يبقى 12 زائد 48 يطلع لي 60 متر مربع. تعالوا بينا نشوف تحقق من فهمك. مثال آخر، هذا الشكل المقابل عايز يحسب مساحته، الشكل عبارة عن إيه؟ واضح إن الشكل عبارة عن مستطيل ونصف دائرة. طب مين يذكرني بمساحة الدايرة؟ مساحة الدايرة كانت بتساوي نص، مساحة الدايرة بتساوي طا ناق تربيع. أنا عندي هنا نص دايرة، يبقى مساحة نص الدايرة هتبقى نص طا ناق تربيع. ومساحة المستطيل الطول في العرض، تعالوا جيب مساحة نص الدايرة، يبقى نص طا ناق تربيع. واضح ان نص في 3.14 من 100 في ناق تربيع، ناق هنا 3.35 من 100 لكل تربيع، يطلع لي الناتج في النهاية بيساوي 17.6 من 10 سنتيمتر مربع. تعال نحسب مساحة الشكل الثاني اللي هو المستطيل. مساحة المستطيل بتساوي الطول ضرب العرض، الطول بتاعي على طول بتسعة واتنين من عشرة ضرب واحد ونص، يطلع الناتج في النهاية 13.8 من عشرة سنتيمتر مربع،
يبقى اجيب مساحة الشكل كاملا اجمع المساحتين اللي هي مساحة النص دايرة 17.6 زائد مساحة المستطيل 13.8 يطلع الناتج بيساوي 31.4 سنتيمتر مربع. يبقى انا هنا لازم اجزأ الشكل المركب ابسطه واجزأه الاشكال المبسطة واحسب مساحة كل شكل على حدة. تأكد أوجد مساحة كل من الأشكال الآتية وقرب الناتج إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر. واضح إن الشكل اللي قدامي عبارة عن مستطيلين، مستطيل كبير ومستطيل صغير. مساحة المستطيل الصغير يبقى الطول ضرب العرض لام في عين، يعني 7 × 4 يساوي 28 متر مربع. مساحة المستطيل الكبير الطول ضرب العرض لام في عين، يبقى اللام اللي هي ب12، الطول ب12 والعرض ب7، 7 × 12 يديني 84 متر مربع. اجيب مساحة الشكل كاملا، نجمع المساحتين، المساحة الاولى 28 زائد المساحة الثانية 84، يطلع في النهاية الناتج بيساوي 112 متر مربع. احسب مساحة كل من الأشكال الآتية وقرب الناتج إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر. الشكل اللي قدامي عبارة عن إيه؟ أنا سامع واحد من الطلاب بيقول نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، عبارة عن مستطيل ونصف دائرة. طيب أبدأ أجيب مساحة نص الدائرة، يبقى مساحة الدائرة وأقسمها على 2، نص طا نق تربيع، يبقى نص عوض عن طا 3.14 وعوض عن نصف القطر ب3، يبقى نص في 3.14 ضرب 3 تربيع يطلع لي الناتج بيساوي 14.13 سنتيمتر مربع. بعد كده مساحة المستطيل الطول في العرض لام ضرب عين، يطلع لي الناتج بيساوي اعوض عن الطول ب15 وعن العرض ب6، 15 × 6 يبقى 90 سنتيمتر مربع. نجمع المساحتين، المساحة الأولى 14.13 زائد 90، يطلع الناتج في النهاية بيساوي 104.13 سنتيمتر مربع. احسب نفس الفكرة، احسب مساحة كل شكل من الأشكال الآتية وقرب الناتج إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر. هذا الشكل واضح أنه عبارة عن مثلث ومستطيل، يبقى الأول أجيب مساحة المثلث. طب المثلث ده ارتفاعه كام وقاعدته كام؟ واضح من الرسم إن القاعدة 18 والارتفاع 5، يبقى مساحة المثلث نص قاف ضرب عين، يبقى نص عوض عن قاف ب18 وأعوض عن عين ب5، يطلع لي الناتج بيساوي 45 متر مربع. أحسب مساحة المستطيل لام في عين، الطول عبارة عن 10 وعين اللي هو العرض 10 × 10 يديني 100 متر مربع. واضح ان الشكل ده ايضا ممكن اقول عليه مربع، لان واضح ان الطول بيساوي العرض ومساحة المربع بيساوي الطول في العرض. يبقى المستطيل لو تساوى ابعاده طوله وعرضه يصبح ايه؟ مربع. في الاخر نجمع الشكلين، مساحة الشكل الاول 45 ومساحة الشكل الثاني 100، يبقى 145 متر مربع. تعالوا بينا نشوف الشكل اللي جاي برضو، اوجد مساحة الشكل. طيب الشكل ده لو جزأناه هيبقى عبارة عن ايه؟ واضح انه هيبقى الشكل العلوي عبارة عن شبه منحرف والجزء السفلي عبارة عن مستطيل. تعالوا بينا نجيب مساحة الشكل العلوي اللي هو مساحة شبه المنحرف. مين يقول لي مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه؟ سامع طالب من الطلاب بيقول لي نص عين في قاف 1 زائد قاف 2، ممتاز جدا. يبقى نص ضربة اعوض عن عين ب6، قاف 1 36 وقاف 2 بيساوي 20، يطلع لي الناتج 168 متر مربع. تعالوا بينا نحسب مساحة المستطيل لام في عين، نعوض عن اللام ب36 وعن العين ب14، لو ضربت 36 ضرب 14 يطلع لي 504 متر مربع، ثم نجمع المساحتين 168 زائد 504
يطلع 672 متر مربع. يراد فرش الغرفة المبينة جانبا بالسجاد، ما مساحة السجاد اللازم لفرش الغرفة؟ لو جيت أبص للسجاد عبارة عن شكلين، الشكل الأول شبه منحرف، نص عين في قاف واحد زائد قاف اتنين، نعوض عن العين بتساوي اتنين. القاعدة الأولى 11 والقاعدة الثانية 5، يطلع مساحة شبه المنحرف اللي هو الجزء العلوي من السجادة 16 متر مربع. الجزء السفلي عبارة عن مستطيل، ومساحة المستطيل تساوي لام في عين اللي هو الطول في العرض، نعوض عن الطول ب 11 وعن العرض ب 4، يبقى 4 ضرب 11 يطلع 44 متر مربع. نجمع المساحتين، المساحة الأولى اللي هي 16 متر مربع زائد 44 متر مربع، يطلع لي المساحة الكلية للسجادة 60 متر مربع. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.